تكريم حظي به الطاقم الطبي وعمال مستشفى رويبة، رمزية الوقفة كانت بمثابة عرفان من المجتمع المدني. ما زلنا نعملوا هذا الطاقم الطبي، راهو مجند، راهو حقيقة تعب والتفاتة طيبة كما هذه تاع هذه الجمعيات راح أكيد تزيد من العزيمة ديالهم وراح تخليهم يواصلوا الكفاح ضد هذا الوباء. تعبنا مي الحمد لله نكملوا حتى لافان إن شاء الله. احنا ماناش دايرين كونجي، على كل حال هذا راه واجب تاعنا، ورانا كما قلت أنت يا أخي رانا في الصف الأول، هذا من أجل الشعب تاعنا ومن أجل الجزائر. جمعية بسمة رفقة عدة جمعيات أخرى قامت بمبادرة خيرية وتضامنية تمثلت في التبرع بالدم وتقديم كراسي حركية وأدوية في حملة تبرعية من الصيدليات والمواطنين. في هذه المبادرة بازيت فيها بلوس أعلى لي زاجون دو سيكوريتي لي فام دو ميناج، تفكرناهم اليوم باش نكرموهم على الخدمة اللي خدموها في هذه الفترة تاع كوفيد 19، ومعهم ثاني كلكو بروفيسور ولي زانفيرمي وكلكو ميدسان. اليوم راح نديروا اليوم تبرع بالدم لصالح المرضى المحتاجين لمستشفى رويبا، وايضا درنا حاجه اوبسيون جديده نجمعوا الدواء للمرضى المحتاجين، درنا نداء. هذه اللفته التكريميه ما هي الا تشجيعا وتقديرا للجيش الابيض من جهه، وتضامنا مع ذوي الاحتياجات الخاصه.